في جعبة الكبار حكايات وكلام كثير عن ذكرى النكبة، ولكن لأطفال فلسطين في الشتات كلام أيضاً. لم يروا فلسطين، لم يلعبوا في أزقتها، لكنهم مولعون بها ويتحدثون عنها بتفاصيل مختلفة، وهدفهم واحد: العودة لفلسطين، لسمائها، لبحرها، لجبالها، لمدنها، لقراها. نابلس، من درى الخليل، بيت نتيف، طبرية، فلوجي. أنا من عجور وبعيش في مخيم البقعة. العراق المنسية. أنا من غزة. أنا فلسطيني وبعيش في مخيم الوحدات. أنا من جمزو. في المخيمات بنايات وشوارع ودكاكين وحركة دائبة، فقد أصبح أشبه ما يكون بالمدينة الصغيرة، لكن الصورة من الداخل ما زالت تقص نفس الروح، وما زال الأبناء والأحفاد يتطلعون للعودة للوطن مهما باعدت المسافة ومهما طال الزمان. هاي الوردة لأطفال فلسطين. نفسنا نحرر فلسطين ونبوس الأرض اللي 63 سنة وإحنا غايبين عليها. نرجع لفلسطين ونرجع لبيوتنا غاد لأراضينا. نفسنا نرجع نقعد نصلي في المسجد الأقصى. يعني أنا ما بنسى فلسطين أبدا، لازم نحرر فلسطين نرجع لها، لازم نتعلم عشان نفيد بلادنا. إحنا ضيوف بالأردن، يعني نفسي أرجع فلسطين غصبا عن كل يهودي. لازم نتعلم نشتاد كثير. فلسطين في القدس. أكيد نحررها ونرجع لبلادنا. بدي أرجع على فلسطين خاوة. ربي يساعد، ربي يعين هالمظلومة فلسطين. إحنا نفسنا والله نرجع لغزة وتتعمر، وحقنا للعودة، وإن شاء الله الله ينصرهم. حق العودة حق مقدس وإحنا ما بنتخلى عنه، لازم نرجع. إحنا بنتمنى ترجع فلسطين يعني زي أول، بنتمنى الفصائل الفلسطينية يعني ما يتعودوا الخلاف، بنتمنى يرجعوا زي أول يعني وإحنا أخوان. أطفال فلسطين في الشتات يؤكدون على تمسكهم بحق العودة، وعيونهم ترنو إلى فلسطين، ولسان حالهم يقول: نحن في الأردن قريبون من الوطن، نتنشق هواءه، ونعلن بأننا لا نقبل بالتوطين ولا نرضى بالتهجير، فلا عودة عن حق العودة إلا بالعودة. فالفلسطيني ليس في سوق الأوطان، فهو لا يريد بديلا لفلسطين. أطفال فلسطين في مخيمات الشتات وبذكرى النكبة ينتصبون تحديا للنصر على الحياة بوجه من لا يريد لهم إلا الموت، وليست مجرد حياة نكرة بل حياة معرفة بأل التعريف بما لها من انتماء وكبرياء وإباء ووفاء للأرض والشعب والوطن. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، مخيم البقعة، عمان.